حسام عاشور طبعا في البدايه احنا عارفين طبعا كان في جلسه اكيد جلسه مثمره وفيها تحفيز كبير للمرحله الجايه مع كابتن محمود الخطيب، لكن في البدايه حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي من وجهه نظرك كابتن حسام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا انا بقدم اعتذار للناس كلها، الناس كلها زعلانه، الناس كلها متضايقه، الناس كلها مش مبسوطه من اللي حصل. انا بعتذر للجماهير، احنا زعلانين اكتر من الناس كلها. انا عارف الناس كلها متقطعه، من جمهور النادي الاهلي زعلان متضايق مخنوق زي ما بيقولوا قرفان من اللعيبه. احنا والله اكتر منكم، بس احنا ما عندناش حاجه نعملها الا ان شاء الله نشتغل الفتره اللي جايه ونعمل اللي علينا، والناس كلها تقف ورا الفرقه، والناس كلها تبقى معانا وتساندنا. اكيد احنا متضايقين والله ومخنوقين من اللي حصل. طبعا اللي حصل ده ما كانش ينفع يحصل النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي او قيمه النادي الاهلي، ما ينفعش يحصل اللي حصل ده. بس احنا ما عندناش الا الشغل الفتره اللي جايه ان شاء الله، وربنا يكرمنا نرجع نفرح الناس تاني زي ما فرحناهم قبل كده. جلسه اكيد كانت مع كابتن محمود الخطيب، عايز اخد كواليسها معاك كابتن بيبو، اتكلم معاكوا ايه كلاعيبه النادي الاهلي كابتن حسام؟ لا كابتن محمود الخطيب طبعا كلام غير، يعني كلام المره دي بلهجه غير اللي متعودين على كابتن الخطيب. طبعا كان فيها شده شويه وكلام صعب علينا كلعيبه، بس ده الطبيعي. يعني احنا متقبلين اي حاجه ومتقبلين اي حد ينتقدنا اذا كان من جوه النادي او من بره النادي. وزي ما قلت لك في اول الكلام احنا لازم نشتغل، ما عندناش الا ان احنا نشتغل الفتره اللي جايه، وعايزين نفرح الناس زي ما فرحناهم ان شاء الله.